في محطة لم تكن في الحسبان تعكس كل التوقعات بالسقوط، أكبر البنوك الأمريكية حجماً من حيث تمويل الشركات الناشئة وعملاقة التكنولوجية ينهار، مع وقف تداول أسهمه وحجز ودائع عملائه التي تضاعفت بأربع مرات خلال أربع سنوات في 2021، مقابل ارتفاع قروضها المقدمة إلى الشركات الناشئة من 23 مليار دولار إلى 66 مليار دولار، أرقام رسمت لأكبر انهيار مالي منذ 15 سنة، وأجبرت صناع القرار في كبرى الدول على التحرك عاجلاً لبعث رسائل تطمين باستقرار النظام المصرفي في الولايات المتحدة. نثق بقرار المنظمين الماليين، النظام المصرفي الأمريكي أقوى بشكل أساسي مما كان عليه خلال الأزمة المالية لعام 2008. النهج ذاته سارت عليه وزارة الخزانة الأمريكية بالتقليل من التداعيات المحتملة لانهيار البنك، مؤكدة متابعة الوضع عن كثب. نتابع عن كثب الوضع في القطاع المصرفي، ونراقب حاليا عدة بنوك في ضوء ما حدث لSVP، ولحسن الحظ لا يوجد خطر على تلك البنوك في الوقت الراهن. بإغلاق بنك سيليكون فالي تكون واشنطن أمام شبح أزمة يطل من جديد منذ العام 2008، وحوصلة تطورات السياسة التجديدية التي فرضها الفيدرالي الأمريكي لكبح التضخم، خطوة ألقت بظلالها على أعباء البنوك بالبلاد وسط تحذيرات متعددة من مرحلة الركود التضخمي وحدوث كساد.